بلوم بوم بلوم بوم شو حلوة الأحلام ما وتعدني تمرق الأيام سنة ورا سنة والطبيعة بتتجدد كل ما بيمرق فصل جديد بتيابها وبتتلون كأنه قرب العيد ويا أرض اختني يا أرض اختني حاضرين؟ حاضرين ببداية الحلقة وبهالغنية شو معقول نكون بدنا نحكي؟ أنا بحكي عن الطبيعة اللي بتتجدد حسب ما شايفه حوالي رح نحكي عن الفصول صحيح الفصول أنا معي شمسية يلي بتحمينا من الشتاء ومن أشعة الشمس كمان بس أنا رح استعين فيها لا تحميني من الشتاء بفصل الشتاء عمتين ببلش فصل الشتاء؟ إذا بدنا نمشي ورا بعض وما نضيع الأولاد لازم نبلش بأول فصل اللي هو فصل الخريف خريف مزبوط وبالخريف شو معكم أغراض؟ أنا أفكر الشمسية مع ميلا مكنسة؟ لشو بدك المكنسة؟ لأنه المعروف أنه بفصل الخريف تتساقط أوراق الشجر مزبوط؟ أصفر وبصير لونه تقريباً على برتقالي مزبوط. وأكيد نحن نستعين بالمكنسة كلمين نقدر نكنس خريف من بعد الشتاء يلي بيبدأ أنت عندك من 21 أيلول بدنا نعد 3 أشهر لكل فصل أيلول يعني 21st of September 21 أيلول عنا أيلول لتشرين الأول من تشرين الأول لتشرين الثاني من تشرين الثاني لكانون الأول ب 21 كانون الأول أو ديسمبر بيبدأ فصل حلو كتير اللي هو فصل الشتاء شتاء شو الفصل المفضل عندكم؟ شتاء صيف شتاء صيف طيب خلصنا بفصل الخريف وفصل الشتاء من بعده بيجي فصل الالوان تا 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 تا. فصل الربيع رجعي شوي فوق راسك هيك تنقشعك والالوان واو. والورود والفواكه تبلش تزهر والخضار وتقس الحلا فصل الربيع بيبدا ب 21 اذار 21st of March مع عيد حلو كثير اللي هو عيد الام وبيبقى فصل واحد فصل المفضل أنا خميس للكل اللي هو فصل الصيف فصل الصيف بيبدأ ب 21 حزيران مع عيد الأب وبيخلص ب 21 أيلول أو 21st of September ليرجع يبلش الخريف يرجع يبلش الخريف فإذا هو هن الفصول الأربعة خريف شتاء ربيع وصيف باي 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 كتير حلوة كتير حلوة كتير حلوة يلا يلا بدك تسمعي وتدرسي كتير كتير منيح ما فيك تعملي الفحص بدون ما تجيبي علامات عالية أنا رح أزعل منك هالمرة شو صار لك؟ ما بقى بدي ادرس تاريخ بيه يا ايلا احلى شيء التاريخ والجغرافيا كريم كثير صعبين وارقام واسباب وليش هيك صار ما بدي واي متى وباي بلد ما بدي ما بدي ما بدي بس ما فيك ما تعرفي تاريخ بلدك يا ايلا واذا سالوك شي سؤال بكره مين رح يسالني اولادك او اذا سافرتي مثلا اذا سافرتي وسالوك عن البلد اللي انت منه وحابين يعرفوا عنه اكثر شو بتقولي لهم ييه ما بعرف بتطلع على جوجل لا شو هالحديث كيف يعني؟ ما فيك تقولي هيك اكيد ليه؟ ما فيك تقولي هيك خاصه عن بلدك بعدين حلو واحد يعرف المعلومات العامه الاساسيه عن بلده يعني مثلا بلبنان العاصمه هي بيروت. انا بعرف بيروت اوكي نحن بنتمتع باربع فصول برافو نور بعرفهم طيب هول الاساسيين لازم تعرفيهم قد ايه مساحه لبنان 10452 كيلومتر مربع ده فيفا وبتعرفهم وانت ما بتعرفيهم
يا آيلا بدي انصحك نصيحه، في قصص كثير اساسيه لازم نعرفها عن بلدنا عن تاريخنا، وبدي اقول لك انا مثلا كيف حافظهم كلهم، احفظيهم مثل كانه قصه مثل كانه شيء خبريه. ساعدني؟ اكيد انا بساعدك. اوكي اقتنع. اصلا دائما اخبار تيتا وجده هن احلى اخبار واحلى قصص. خلينا شويه هلا بما انه عم نحكي عن تاريخ وجغرافيا نشوف قد ايه انتم كمان قوية بالمعلومات العامه وببعض البلدان وعواصمها وخاصه البلدان العربيه اللي بتحضرنا. اوكي يلا رح نبلش. فاذا قلنا عاصمه لبنان بيروت، عاصمه مصر القاهره. برافو مينا. شو دورة. انت بتعرفيها كنت. اوكي بلد تاني خلينا نعطيه لايلا. يلا البلد هو قطر. شو عاصمة قطر؟ دوحة. والله دارسة بتعرفها. يلا فيفا حاضرة. شو عاصمة الجزائر؟ الجزائر. برافو. طيب كانت هينة عليك فيفا. عمو بربوش قوليلي شو عاصمة البحرين؟ نتيها. شو عمو بربوش؟ ما منامة. برافو فيفا. منامة منامة. يا فيفا ما فيك تسبقيني، انا كنت بعرفها بس فيفا شوي كنت عم ساعدك. بس شو عاصمة تونس؟ تونس. تونس. برافو كثير هينة. طيب واخر بلد رح اعطيكم اياه شو عاصمة؟ لايلا. دور ايلا. دوري. المغرب. صعيب. لا ما انه صعب انا بعرفها بس حتى لو ما بتعرفيها بتتعلميها. اوكي يلا يا فيفا بتعرف. ذكرين شو هي المغرب. مغرب. شو الرباط. الرباط. برافو ميرسي زقفوله. شفتوا هدول المعلومات هن اساسيه ومنن كثير صعبين بنقدر نحفظهم ليكون عندنا معلومات عامه قويه. ارجع اخذه. برافو ادرسه كله صح. اليوم مع سيبال وسيرينا يلي موجودين معنا لأول مرة بالستوديو بدنا ناكل سلاد بات باستا سلاد. شو بيلبق لها؟ تونة. تونة. بونجور يا سيبال كيفك اليوم؟ منيحة. منيحة؟ هاي سيرينا. سيرينا شي مرة استعملت السكين؟ أبدا. سيبال أبدا. بس إذا استعملنا السكين البلاستيك فينا؟ اوكي تنتبهوا منيح على اصابعكم. يلا يارا ريدي لنعمل سلاد؟ ريدي.
هيدي الباستا سلقت لك اياها هون ميرسي تقريبا 10 دقائق وصاروا ريدي. وهلا رح نطلب من سيبال وسيرينا يقصقصونا البندورات شقف صغار. انت رح تزيدي لنا التونه والمايس. وانا بهالوقت جبنا مايونيز حامض وشويه ملح كمان نعمل الصوص. كمان نعمل الصوص. بتعرفي انه التونه هو بيعتبر مثل سمك وكثير مهم. سمكه التونه مش بس مهمه وبتغذي كمان. صح. هيدي الصوص انا خلطتها منيح، رح زد لها شويه ملح، ما رح احط لها بهار تيقدروا سيبال وسيرينا يستمتعوا. كمان بما انه في تونه ما لازم نخلطها بطريقه تفرط كثير التونه. صح. مين بده يذوق؟ انا رح احضر لها صحن جديد لسيبال وصحن لسيرينا. رح نحط الصوص عليهم. إذا الصوص صارت جاهزة. واو، ما فينا نعرف غير ما نشوف غير ما ندوق وندوق. أنا رح أحط شوية ل ما رح كتر لها كثير لسيبال بس تدوق. بركي ما حبت أكلك. لا رح يحبوا، رح تحبي ما هيك؟ يا لسيبال بدي منك تدوقي وتقولي لي بدها ملح، بدها حامض. دوقي. شو شطورة. شو طيبة؟ طمني لي بالي، طمني لي بالي. طيبة؟ يس ميرسي يا عرف. إذا هيدي اللي كانت معنا هي باستا تونا سلاد، أنتم كمان بالبيت جربوها. الغزال اليوم أنا وياكم رح نتعرف على الغزال. ذكر الغزال من قله القيل، أما الأنثى فمن قله الغزالة أو الريم. الغزال هو من الحيوانات يلي بتتغذى العشب والأوراق وبتعيش تقريباً 20 سنة، وأكتر شي منشوفها بغابات أوروبا. فترة الحمل بتمتد لخمسة شهور، والغزالة توضع حتى ثلاث غزلان كل مرة. رح خبركن خبرية مهضومة. بيقوم الغزال بأصوات تشبه الغنى على صوت عالي، وهيدا الشي بصير بس تيلفت نظر غزالة حلوة مرقة. وخبرية لازم تعرفوها إنه الغزال عنده حاسة شم قوية كتير، أما حاسة السمع عنده بعد أقوى وبتخليه يعرف إذا في خطر قريب فيقدر يهرب. باي 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 باي. كتير حلوة كتير حلوة كتير حلوة. رقصة جديدة رح نتعلمها اليوم، انتو حاضرين؟ أقولكن أصحابنا كمان حاضرين ولا كتير تعبانين بالبيت؟ يلا أنا بقلكن لكان حضروا حالكن، وقفوا اشربوا شوية مي بس and let's start. أوكي؟ ليكو شو رح نعمل؟ رح نبلش أول شي بالإيد اليمين، رح نعمل 1 2 3 4
منبرم 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 ومنزقف بشمال 1 2 3 4 منبرم 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 منزقف بعد مره يمين 1 2 3 4 منبرم 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 منزقف من هون بدي اعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي بعد مره اسرع لانه كثير هينه يمين 1 2 3 4 turn 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 clap 1 2 3 4 turn 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 clap 1 2 3 4 turn 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 clap side 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 and side easy cucumber potato carrot eggplant lemon onion lettuce concombre pomme de terre carotte aubergine citron oignon laitue حلقتنا لليوم يا ميلا لا. وقبل ما ننهي الحلقة صرتوا تعرفوا بنهاية كل حلقة في عنا اتصال بنتعرف على حدا من أصحابنا وبنشوف إذا رح يعرف يجاوب على السؤال تيربح معنا هدية إيه بلا وصل التليفون بدك تتصلي بحدا يلا إيه اتصلي لنا بحدا حطي سبيكر بدي أسمع معك أنا يا وهيدا سبيكر ألو ألو هاي هاي مين معنا؟ ريتا داهر هاي ريتا كيفك؟ منيحة وأنت؟ ريتا قد إيه عمرك؟ عمري 9 سنين 9 سنين، أنت شاطرة بالمدرسة يا ريتا؟ وي شاطرة، وينك هلا؟ أنا بالبيت بالبيت، شو عم تعملي؟ قاعدة ولا واقفة؟ قاعدة حاضرة لتلعبي معنا؟ أكيد يلا ميلا رح تسألك سؤال وإذا عرفت تجاوبي على السؤال رح تربحي معنا هدية، حاضرة؟ أوكي يلا yeah. كم يوم في بالسنة يا ريتا؟ في 710 365 أو 200؟ 365 يوم برافو ريتا أنت بتعرفي الجواب لحالك ولا الماما واقفة حدك؟ لا عرفت الجواب لحالي أبداي بدنا نقول لك مبروك يا ريتا اكيد رح تربحي معنا هديه خليكي معنا على الخط لنقول لك كيف ومن وين فيك تيجي تستلميها الف مبروك خلينا نقول لكل الاصحاب انه كثير هين انه انتم تشاركوا كمان بهيدي الفقره وتكونوا معنا عبر التليفون لتربحوا معنا اتركوا رقمكم على الفيسبوك على بلوم بوم بيج لتكونوا رابحين ميلا ما بقى فينا نطول بدنا نقول باي لاصحابنا ما تنسوا تفرشوا سنينكم قبل ما تناموا وي لاف يو باي Boom!